من وجهة نظري كسكريبت رايتر ان المخرج بتاع بيردمان كان مختار السكريبت بعناية جدا, وكان كان قصده ان هو يطلع حاجة مختلفة عن بقية الافلام, وكمان المخرج كان مشارك في كتابة السكريبت, وشخصية بيردمان من حيث السكريبت اصلا والمحتوى كان مختار, يعني مختارين السكريبت بالكلمة, وما كانش ينفع يعني كانش ينفع يشيلوا كلمة على حساب كلمة عشان السكريبت. You're the original man. You paved the way for all these other little clowns. Give the people what they want. Some good old-fashioned apocalyptic porn. Birdman, the Phoenix rises. Pimple-faced gamers creeping in their pants. A billion worldwide, guaranteed. You were larger than life, man. You save people from their boring, miserable lives. You make them jump, laugh, shit their pants. All you have to do is... حاجة كمان تانية في السكريبت ان المخرج والسكريبت رايتر بتاع الفيلم كانوا بيتريقوا على الممثلين اللي كانوا بيشاركوا في افلام سوبر هيروز, مع ان في نفس الفيلم اللي هو مختاره كان مختار الابطال الثلاثة بتوع الفيلم كانوا مشاركين في افلام سوبر هيروز برضه. Woody Harrelson, he's doing the next Hunger Games. Michael Fassbender, he's doing the prequel to the X-Men prequel. How about Jeremy Renner? Who? Jeremy Renner, he was nominated. He was the Hurt Locker guy, he's an Avenger. التصوير كان في الفيلم يعني كان مميز شوية عشان كان يعني مستخدم ستايل اللي هو وان شوت, بس هو ما كانش وان شوت, وكان المخرج كان بيصور شوتس كتير بنفسه, وكان تلات ارباع الفيلم مستخدم ستادي كام. لما نيجي كمان لناحية الإخراج هنلاقي إن المخرج اختار إن التصوير كله يبقى بوان شوت عشان يوصل المسج اللي هو عايز يوصله للجمهور. Okay, man. You want me to call somebody for you? Do you know where to go? Yeah. I know where to go. Oh, hey, no, wait! What the?